سادت حالة من الارتياح لدى الشارع الأردني بعد صدور الإرادة الملكية السامية بحل مجلس النواب بسبب ضعف أدائه التشريعي والرقابي وعدم قيامه بأدائه وواجبه الدستوري على أكمل وجه. هذا ما أضعف المجلس وتراجعت هيبته في نظر المواطن. الحقيقة الدولية استطلعت آراء عدد من المواطنين حول رأيهم في حل مجلس النواب وتمنياتهم للمجلس القادم. ما في إنجازات وبيجي بيقول لك أنا بدي أسوي لك كذا وبدي أسوي لك كذا وهات تدور عليه. نعم. أنا هيك وجهة نظري. شو تتمنى من الحكومة القادمة؟ أتمنى إنه تحسين المعيشة ووضع وضع الناس يتحسن وإن شاء الله خير يا رب. شكرا، يعطيك العافية. أحسن قرار يعني اتخذوه للحكومة بحالمجلس النواب عند جلالة الملك. لأنه مجلس يعني هزلي مش نشيط، ولا كل القرارات كل اللي اتخذوها كانت قرارات سيئة يعني تقريبا، مش ما كانش يتصرفوا برادتهم، كانوا برادة غيرهم يتصرفوا. طبعا مبسوط. ليش؟ لأنه ما سووش شيء. ما سووش لا يعني. هلا بدك تحكي مع أي نائب افتح تلفونك بلك الكل بجاوبك، أما أول تفتح معه بقول لك يا أنا مسافر خارج البلاد أو احكي مع مدير مكتبي. المجلس لا ينفعنا ولا يضرنا لا هذا ولا هذاك. نعم. يعني تشوف إنه يعني لا يوجد هناك أي ما في هناك فرق إذا كان مجلس موجود أو إقالته. اللي يجوا سلطة تنفيذية ينفذوا ما يجيهم بس. يعني تشوف إنه المجلس النواب دوره مهمش. مهمش ورئيس الحكومة مهمش، السلطة التنفيذية ينفذ ما يجي. مبسوط لأنه كان أداء مجلس النواب مش زي ما كنا إحنا متوقعين منه كشعب يعني. فإن شاء الله يعني نأمل قانون الانتخاب الجديد يجيب لنا يعني مجلس نواب أفضل من هيك. أتمنى من الحكومة الجديدة أن تكون يا سيدي قد المسؤولية، وأي إشي للمواطن الأردني فيه الخير، وأتمنى الخير لكل مواطن الأردني وإن شاء الله يكون أحسن يا رب. أحسن شيء بسووه. ليش؟ شو السبب؟ لأنه وجع روس تعال فاضي ولا شفنا منهم شيء. نعم والله العظيم صراحة مبسوط والله يخلف جلالة سيدنا بهذا الإرادة بحل مجلس النواب، لأنه مجلس النواب للأسف الشديد لم يقدم شيء يذكر على الساحل الشعب الأردني نهائيا. نعم شوف أنه حقق إنجازات خلال الثلاث سنوات ونصف الدورة السابقة من إنجازات تذكر، لمسها المواطن؟ والله أنا بحكي يعني كمواطن والله ما لمسنا شيء والحمد لله فضل من رب العالمين. مبسوطة ومش مبسوطة. مبسوطة أول إشي إن شاء الله بيساعدوا العالم بيصير مجلس كويس. المواطن إلى متى إلى ما شاء الله، طالما هيك مجلس النواب كل مرة بيجي ما فيش فادي يعني. إحنا بدنا بس يحكمنا جلالة الملك والحكومة اللي بعينه بس، لا بدنا نواب ولا بدنا شيء. هو الوقت فعلا مناسب وبعدين خلينا نشوف إشي جديد. نعم يعني مبسوط بحل مجلس النواب؟ طبعا طبعا اكيد. طب تشوف انه في هناك انجازات كانت موجوده خلال الدوره السابقه لمجلس النواب؟ الدوره السابقه بالنسبه لمجلس النواب ولا انجازات، بالعكس انجازات مصالحهم الشخصيه. مبسوط انت على حل مجلس النواب؟ نعم. ليش طيب؟ لانه والله صار في حالات يعني غلاء والغلاء الاسعار والموظف يعني صار راتبه مش كافي الايام هاي. والله حل مجلس النواب لازم يعني، لأنه والله نوابنا احنا قاعدين بس على مناصب وسيارات، والمواطن يعني مش عارف شو اللي قاعد بصير معه في الشارع يعني.